في هذه الصفحة نضغط على إلغاء المتابعة، وهنا سوف نجد كل الصفحات والمجموعات وحتى الأشخاص الذين أضفناهم أصدقاء. ما عليك إلا الضغط هنا على هذه الشرطات، وهنا يمكنك اختيار الأصدقاء أو هنا المجموعات أو هنا الصفحات. السلام عليكم، كيف يمكنني حذف جميع الأصدقاء على حسابي الفيسبوك أو الصفحات التي أتابعها حتى المجموعات المنضم إليها؟ هذا الفيديو سوف يكون لكل شخص لديه مشكلة في حسابه على الفيسبوك، وهي قام من قبل بمتابعة العديد من الصفحات والانضمام إلى العديد من المجموعات وكذلك إضافة العديد من الأصدقاء، وفي الغالب نريد حذف كل هذه الأصدقاء والمجموعات والصفحات التي نتابعها من حسابنا. لكن إخواني أخواتي، قبل أن نبدأ لا تنسوا لايك لهذا الفيديو وادعمونا حتى نقدم دائما لكم الجديد، ونحن نستمر في المزيد من الفيديوهات الهادفة إن شاء الله. أول خطوة نقوم بالدخول إلى تطبيق الفيسبوك الخاص بنا بهذه الطريقة، وهنا مباشرة نضغط على الشرطات أو الأيقونة التي تكون هنا في الأعلى، نقوم بالضغط عليها، وهنا إما أن نضغط على الإعدادات أو نقوم بالتمرير إلى الأسفل حتى نجد الإعدادات والخصوصية باللغة العربية والسيتينج باللغة الإنجليزية. بعدها هنا في الأعلى نجد الإعدادات أو سيتينج بالإنجليزية، وهنا إذا كان لديك حساب فيسبوك سوف تجد هنا آخر الأخبار باللغة العربية وبالإنجليزية كما تلاحظ في هذه الخانة، وإذا كانت لديك صفحة الفيسبوك سوف تجد هذه الخانة في الأسفل، نمرر إلى الأسفل حتى تجدها هنا في الأسفل. أما أنا لدي حساب بالوضع الاحترافي سوف أقوم بالضغط هنا كما تلاحظ في آخر الأخبار، وهنا كما تلاحظ في هذه الصفحة نضغط على إلغاء المتابعة بهذه الطريقة، وهنا سوف نجد كل الصفحات والمجموعات وحتى الأشخاص الذين أضفناهم أصدقاء. وهنا إذا أردت أنت أن تحذف الصفحات فقط ما عليك إلا الضغط هنا على هذه الشرطات، وهنا يمكنك اختيار الأصدقاء أو هنا المجموعات أو هنا الصفحات. سوف نقوم بالضغط على الصفحات التي انضممنا إليها. هنا كما تلاحظ هذه هي الصفحات التي عملت لها إعجاب أو قمت بمتابعتها، وكما تلاحظ هنا يمكنك بالضغط على انفولو. كما تلاحظ تم إلغاء المتابعة لجميع الصفحات التي قمت بعمل لها إعجاب أو متابعة. وهنا نرجع خطوة إلى الوراء، نقوم بالضغط مرة أخرى بهذه الطريقة، هنا نقوم بالضغط على هذه الشرطات، وهنا نختار الصفحات، لن نجد أي صفحة، فقط هنا صفحة واحدة يمكنك متابعتها أو إزالتها. هنا نضغط مرة أخرى على هذه الشرطات، وهنا نختار مثلا المجموعات، نقوم بالضغط عليها، أنا ليست لدي أي مجموعة، يعني لست منضم لأي مجموعة. مرة أخرى نضغط هنا على الشرطات ونختار الأصدقاء، وسوف تجد كل الأصدقاء. هنا يمكنك إلغاء جميع الأصدقاء هنا بالضغط على إلغاء كما تلاحظ بهذه الطريقة، حتى نلغي جميع الأصدقاء، وبالتالي سوف يصبح حسابك ليست له أي متابعة أو منضم لأي صفحة أو مجموعة. وهنا يمكنك اختيار من جديد الصفحات والمجموعات وحتى الأصدقاء الجدد، وهنا نعمل يس. وبهذه الطريقة أصدقائي قمنا بإلغاء جميع المتابعات وحذف الأصدقاء من حسابنا على الفيسبوك أو المجموعات التي قمنا بالانضمام إليها. إلى هنا ينتهي هذا الشرح، لا تنسى لايك لهذا الفيديو وقم بدعمنا حتى نقدم الجديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.